السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله متابعين قناة تفسير الأحلام مع رانيا. هقدم لكم النهاردة تفسير رؤية الألماس في المنام، ونبدأ برؤية الألماس في منام المتزوجة. في حال رأت المتزوجة الألماس في منامها يشير إلى تحولات إيجابية وقادمة في حياتها، وعلامة على انتهاء خلافات زوجية كانت بتمر بيها مع زوجها، وتغير نمط حياتها الحالي نحو أسلوب يسود الحنان والتفاهم. عندما تحلم المتزوجة أن زوجها يقدم لها عقدا من الألماس، فهذه الرؤية تعكس مدى قوة العلاقة العاطفية والرابط المتين بينهم. كما يمكن أن تدل هذه الرؤية على تحسن الوضع المالي للزوج أو تقدمه المهني في فرصة عمل أفضل. من ناحية أخرى، إذا رأت أنها تبحث عن ألماس مفقود، فتعبر عن فقدانها لشيء ثمين كانت بتتطلع للحفاظ عليه، ولكنها واجهت صعوبة في ذلك. في حال رأت المتزوجة في منامها أن خاتم زوجها المرصع بالألماس قد ضاع، يمكن اعتبارا هذا دليل على وجود خلافات وافتقار للتفاهم بينها وبين زوجها. تفسير رؤية الألماس في المنام للعزباء. رؤية العزباء للألماس يعد بشرى بالأفراح والانتصارات التي ستتخطى بها العقبات السابقة التي واجهتها. إذا حلمت أنها ترتدي مجوهرات الألماس، يعكس تطلعها نحو تحقيق النجاح المهني والاستقرار المادي والاجتماعي، ويدل على استعدادها لبذل الجهد والطاقة من أجل تحقيق أهدافها. قطع الألماس تعبر عن مرحلة جديدة من الراحة والطمأنينة في حياتها. ستتلاشى الأحزان وتدخل في بداية عهد جديد مليء بالنجاحات. وعندما تحلم ارتداء الألماس يكون مؤشر إيجابي ينبئ بخطوبتها قريبا من شخص يتمتع بخصال طيبة ومركز اجتماعي مرموق، وسيكون داعما لها ولحياتها. إذا رأت حلما بأنها ترتدي خاتم ألماس، يدل على أنها سوف ترزق وتحقق أهدافها وطموحاتها التي كانت تسعى لها. ويدل أيضا خاتم الألماس أو ارتداء الألماس إلى اقتراب موعد زفافها وبدء التحضيرات لهذا الحدث الكبير. تفسير رؤية الألماس في المنام للمرأة الحامل. عندما ترى الحامل الألماس في منامها، ذلك يبشر بلمة العائلة والاحتفالات السعيدة التي تكون في الآفاق. هذه الرؤية تعد أيضا مرحلة الحمل ستكون مستقرة وبعيدة عن العقبات والمشاكل التي كانت تقلقها. أيضا رؤية الألماس في منزل الحامل بيدل على زوال الهموم وتحقيق الأمنيات، ودليل على قرب تحقيقها الذي كانت تتمناه أو استجابة الدعوات التي ألحت فيها في بعض الأحيان. فتعتبر هذه الرؤية عن رغبتها العميقة في تحسين وضعها المالي وأملها في العيش بمستوى أفضل. تفسير رؤية الألماس للمطلقة. عندما ترى المطلقة الألماس، يشير إلى تحسن وضعها الحالي، زوال الصعاب والمشاكل اللي كانت في حياتها. أيضا الألماس موضوعا على فراشها إشارة للخير الوفير والبركات التي ستجدها في المستقبل، خصوصا بعد زواجها من رجل صالح. من ناحية أخرى، إذا حلمت بأن زوجها السابق يقدم لها الألماس، فقد يعبر هذا عن مشاعر الحب العميقة والتقدير الكبير الذي لا يزال يحمله لها، وربما ينبئ بإمكانية إعادة توضيد العلاقة بينها في المستقبل. رؤية الألماس للرجل. ظهور الألماس في منام الرجل يعكس ذلك تطلعات العالية وأمنياته الواسعة وإمكانياته الحالية في أنه يوصل للنجاح، ويوصل لأنه هو يأسس مشروع أو يتحول إلى مهنة يرى فيها فرصة أفضل للتقدم. لو شاف الرجل نفسه بيجمع الألماس وبيديه لامرأة كهدية وبيعرفها في الواقع، تعبر عن مشاعره العميقة والصادقة نحوها، وتشير لرغبته في الارتباط بها. وإذا كان متزوجا، فستستحضر الرؤية دلالات الاستقرار والسعادة في حياته الزوجية، إذ تعبر عن سعيه لتوفير حياة مليئة بالرفاهية والسرور. فعندما يحلم الرجل المتزوج بالألماس، فهو دلالة في دخوله أيضا في شراكات عمل مربحة تعزز وضعه المالي. وإذا وجد الألماس في منامه، إشارة إلى قدرته على التغلب على التحديات وتحقيق الأهداف. وإلى هنا تنتهي حلقاتنا، ونلقاكم في تفسير جديد. فلا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.